ابني بتبول شي نايم يعني، صار له تقريبا فترة بروح وبيجي، فقال لي يابا انا بدي اروح على عم تبول شي نايم. قلت له تروحش لحالك، بتروح انت واخوك، بعرف ما حدا بيعرف شو بصير معه. فراح هو اخوه بالطريق، فات على المخصوم جبارة عادي، وتقدم تقريبا 2 كيلومتر بعد المخصوم كان سيارة بتحون وقع على جنب، طلعوا صاروا طخوا عليهم طوالي، فهم فكروا انه الطخ يعني في الهواء، بس اما الكزاز نزل عرف انه عليهم، فمن الخوف هم اسرعوا استعجلوا زحلقت السيارة، فصارت السيارة بشكل معاكس، وقفوا هم، فأخوه نزل من السيارة كله معنا، احنا الاسرائيليين يعني، احنا اسرائيليين مواطنين يعني وهيك، ف ما عبروش، طخوا طبعا اللي ابني 5 رصاصات بالصدر وفي البطن. هذا بعد ما وقفت السيارة، بعد ما وقفت السيارة اخوه وهيب اللي هو ابني كل اخوه وياه اهرب بلاش تخوك انت، تصور يعني بني ادم يعني لو انا محله بخمس رصاصات ما بقدرش احكي يعني، الله يمد بعمره ويخليه، وكل احترام له الدكتور احمد الطيبي، هي اول تلفون اللي وصلنا منه، كان هو مسافر بريت البلاد امبارح احكي معي تلفون، وان شاء الله هو ما بيكسر، وانا بعرف انه ما بيكسر، وقال لي انا راح اقوم في الواجب شو بقدر، وانا بصدق كل بني ادم هاي. كان هنا ابو كرم حكيم اللي فهمه نائب رئيس البلدية، اجى زيارة عندي هو اخوه وابن عمه برضه والله ما بكسر، اتصلت في عايدة هي بريد البلاد عدو الكنيست، وليد طه عدو الكنيست، صراحة كلهم جماعة ملاح محترمين ما بكسروا، بس انا بقول اليوم ابني ان شاء الله ما بصير، يمكن بكرة واحد ثاني، احنا عرب الداخل هون عرش لا اما حكوك، الله العليم انه فيش حكوك وفيش احترام للبني ادم بالوضع اللي احنا فيه، بدون اي سبب بدون اي سبب طخ 5 رصاصات يعني، نفرض حسب ما بيدعوا هم، لو انه ابني هرب زي ما بيقولوا هم من المخصوم، في مليون طريقة وطريقة اللي توقفوا، انت اول شيء استعملت الطخ، اول اشي فكرت فيه انك تطخ، مش طخ حيالله يعني.